عالم نقاشات حادة حول الحريات الفردية. نقاش الدائر حول الحريات الفردية بضمان حريات الأفراد المنصوص عليها دستوريا بين الدين والمجتمع. تتأرجح الحريات الفردية للمواطن المغربي الذي هو نفسه ينقسم بين مطالب بالحرية وآخر مستسلم لقيادة الدين والمجتمع المحافظ. لذلك فإن مناقشة هذا الموضوع بدت دائما من الطابوهات المسكوت عنها، إلا أن المجتمع الحقوقي العلماني لم يتخلى قط عن خوض نقاشات صريحة وواضحة حيال الحريات بصفة عامة والحريات الفردية تحديدا. الحريات ينص عليها الدستور نصا صريحا، وبالتالي لا بد أن نسعى لحمايتها. طبعا الحل في مقدمة هذه الحريات حرية الصحافة، حرية التجمع، وكل الحريات الفردية. لكن أين المواطن المغربي بين كل هذه الإيديولوجيات؟ هل في نظره أن الحريات الفردية حقوق كما هو الرأي بالنسبة للعالم الحداثي والعلماني، أو تجاوزات ومحظورات كما هو بالنسبة للفكر الديني؟ الحرية الفردية تدخل فيها المجتمع كامل، بحكم أن حنايا تنعيش في واحد المجتمع محافظ. الدين تيتدخل فيه، الحكومة غتدخل فيه، إلا لبستي شي حاجة الناس غيتدخلوا فيك. اللي حريتك انت ما كتكونش حر فيها، وطن كنت هي ما غاديش تكون حر في حرية ديالك انت، اللي تقدر انت تعبر بها كما بغيتي، تلبس كما بغيتي، تدير اللي بغيتي، بلا ما واحد السلطة فوق منك تدخل فيك. علاش تعيش؟ علاش تبقى انت في هذا المجتمع؟ علاش انت ما غاديش تكون rebel against it؟ من حقك انك انت واحد النهار غادي تفيق وتقول انا ما بقيتش باغي هذا المجتمع يبقى في هذا القانون هذا. علاش؟ حيت شي تدخل لي في حياتي، انا عندي واحد الحريه انني نعيش، عندي واحد الحريه انني نكون واحد الشخص. علاش واحد اخر عنده غير واحد السلطه زايده عليا غادي يدخل لي انايا في داك الحريه ديالي؟ تبدل ما كرهناش من دابا، من غدا، من اليوم، اني تنادى الساعه هذه، باش كل واحد يقدر يعيش حياته كما بغى، يدير اللي بغى. الحرية الفردية إذا جينا نشوفه أي فرد ماشي حر بالمعنى ديالو أصلا، ما نقدرش نقوله باللي كاين شي واحد فينا حر، لحقاش إحنا أوني أنشيني باغ واحد ليشين ديال لالو، دونك ما يمكنش لينا نديرو أي حاجة بغينا، وخصوصا إلا كنا في لاسوسيتي ماروكان، لحقاش عندنا واحد لي برينسيپ، واحد لا مونطاليتي اللي خصنا نتمشاو بها. ولا ما تمشيناش، اذا ماشي نتمشاو عليها، ولا ما تمشيناش عليها كنتسماو كنوليو اور غروب، ولي جون كيشوفونا بواحد ماشي كيشوفونا، ما كان ما كيشوفو هذوك لي جون اللي كيكون عندهم واحد لو ستايل بيرسونيل، ولا ما عرفتش واحد لو جونغ دو ميوزيك سبيسيفيك، كيقولوا بلي هذوك كي سون ديفيرون، راه ما راه ضايعين، او لا باغيين يخسروا لينا التقاليد ديالنا ويخرجوا على الاولاد اللي غيطلعوا من بعد. الهدايه الارشاد. اما المنظور الديني فيبقى حاسما في ابطال حق الحريه الفرديه والاعلان عن حظرها في العقيده الاسلاميه، والتاكيد على ان عبوديه الفرد وايمانه مقرون بالاستسلام الى القوانين والتشريعات التي جاءت على لسان النبي محمد قبل مئات السنين. يا اخواني، هذا الذي يقول هؤلاء القوم هو الدمار الاجتماعي، وأنا أتصور أن إبليس تزيى في زي بني آدم وجلس معهم وبدأ يبث هذه الأفكار بينهم، وهذا أمر يعني مما لا شك فيه أنه من وحي الشيطان، ليس من لم يأتي في بلادنا فقط، بل أتى الشيطان ليدمر الأمم الأرض جميعا، لأنه عاهد الله عز وجل عهدا باطلا ولجاجة في الباطل، أنه سيكون سببا في أن يغوي أبناء آدم عليه السلام جميعا ويذهب بهم إلى الجحيم. ولكن ما هو واجبنا نحن؟ واجبنا أن نتصدى لهؤلاء الذين يتبعون الشيطان ليجروا أبناءنا ويرهنوا مستقبلنا إلى الجحيم. بغض النظر عن الانتماء الديني، العرقي، السياسي أو الاجتماعي، بغض النظر عن التفاصيل، لكل منا ذائرته الخاصة،
هذه الدائرة تمثل الحريات الفردية لكل فرد في المجتمع، لكل واحد منا. فسواء تعلق الأمر بالجنس أو بالعقائد الدينية كالصوم أو بالكحول أو بالسينما والأدب أو بالمهرجانات الشبابية، وكل القضايا التي يثير بصددها المحافظون وفقهاء التشدد يثيرون الزوابع تلو الأخرى، فإن الأمر يتعلق بحياة الأفراد الخاصة وباختياراتهم وأذواقهم التي ليست موجهة ضد الغير، وإنما هي اختيار فردي حر من الذات وإليها، وتشمل المأكل والملبس والإبداعات الفنية الجمالية وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد، وليس استحسان الآخرين أو استهجانهم لحياة الغير إلا موقفا حرا كذلك، لكنه لا يتصف بأية إلزامية تجعل هؤلاء الأشخاص يخضعون في اختياراتهم المتعلقة بحياتهم الخاصة لأية وصاية أجنبية عن ذواتهم، وهذا يتناقض كليا مع مبادئ العقل الفقهي السلفي الذي لا يرى من مهمة له إلا حمل الناس على الانضباط والاتعاظ لفتاواه ومواعظه التي يعرفها الناس ولا يجهلونها، ولكنهم لا يأبهون بها في معظمهم، لأن الحياة في عفويتها وتوسبها وانفتاحها أشمل وأكثر شساعة من أي دين من الأديان أو عقيدة من العقائد. هذه الدائرة التي لا يحق لأي إنسان آخر أو جماعة أو قوة أن تقتحمها، بل أنه على القانون حمايتها ما دامت تعني فقط صاحبها ولا تمس أي إنسان آخر أو تسبب له ضررا معينا.